بمعنويات عالية سيطرت قوات الجيش على أجزاء واسعة من مدينة ميدي بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي. وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن الجيش توغل خلال اليومين الماضيين في عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدي وحررتها من الميليشيا الإنقلابية. المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أوضح حصول جنود الجيش على ملازم طائفية في المواقع المحررة، وأكد استمرار العملية العسكرية لتطهير كامل مدينة ميدي من الميليشيا الإنقلابية، مشيرا إلى أن عناصر الميليشيا ظلت محاصرة في الأحياء الجنوبية لميدي منذ أشهر. يتحرك الجيش الوطني بحذر داخل ميدي بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيا بهدف إعاقة تقدم الجيش. ووفق المركز الإعلامي فإن فرق الهندسة التابعة للجيش تقوم بعمليات انتزاع عشرات الألغام والعبوات الناسفة. تقع ميدي ضمن نطاق محافظة حجة وتعد ذات أهمية للشرعية والتحالف، حيث تعد مدينة حدودية مع السعودية تؤمن عملية تحريرها غرب حدود السعودية وتساهم في إيقاف الهجمات الصاروخية عليها، كما أنها تساعد الجيش في التقدم باتجاه منطقة حرض. تحرير ميدي يمثل خسارة كبيرة لميليشيا الحوثي، لكن التخوفات تبقى مستمرة من الفشل في حماية المدينة، خصوصا وأن ميليشيا الحوثي استطاعت استعادتها بعد تحريرها من قبل الجيش مطلع العام 2016.